مثلت الانتخابات البلدية في تركيا في أواخر مارس من عام 2019 ضربة قاسمة للحزب الحاكم في تركيا وهوت بشعبية أردوغان المزعومة. الهزيمة الساحقة والمدوية التي مني بها حزب العدالة والتنمية الحاكم كانت العنوان الأبرز حينها، وجاءت خسارته لمدن مهمة مثل أنقرة وإزمير تؤكد تراجع شعبية الحزب وفشل مشروعه السياسي والديني الذي وظفه لتحقيق أهدافه. انتكاسة الحزب دفعت رئيسه رجب طيب أردوغان إلى التدخل في العملية الانتخابية في مدينة اسطنبول بعد أن ألغيت نتائج الجولة الأولى لضمان فوز مرشح حزبه، وشنت حكومته حملة ترهيب بحق المعارضة قبيل جولة الإعادة. إلا أن الأمر لم يسر كما كان يتوقع أردوغان وحزبه، وجاءت النتائج لتؤشر على فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو برغم حالة السيطرة الكاملة التي فرضها نظام أردوغان على مجريات الأحداث. واليوم لا حديث في تركيا إلا عن الانتخابات المبكرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صورة هذا البلد المتداعية خارجيا، ووقف نزيف الهزائم الخارجية والخسائر الاقتصادية الداخلية الناجمة عن المغامرات غير المحسوبة التي يخوضها أردوغان. وترى المعارضة التركية في الانتخابات المبكرة أملاً في الخلاص من حكم أردوغان وحزبه في بلد باتت تسير فيه الأوضاع من أسوأ لأسوأ.